وهي الحديقة كانت حديقة إسلامية. ليش اسمها هي حديقة سرية؟ وشو هو السر اللي فيه؟ احنا هلا موجودين في منطقة في مراكش يلي اسمها جامع سنا، هنيك رح نفطر. واكثر الناس اللي من خارج بيجوا لهون، هي منطقة سياحية، في عندكم اشياء كتير فيكم تعملوها. هلا زحمة، هلا الساعة تقريبا واحدة، اشياء مشكلة، اكسسوارات. أخذت هاد لون الطوقين، طوق الحجر اللي لونه على لون التركوز، وأخذت هذا الطوق كمان عجبني ما بعرف ليه. هذا أول شيء أنا أخذته من هون، أول من حارة مراكش. الأجواء حلوة هون، الأجواء بتجنن، ناس وعالم وحركة. شدي جيبوك خيرات خيرات فلسطين فلسطين عونكم ربي. عاجي يا حبيبي. اطلق الراس طاهية هذاك القرد. هي أول مرة بحياتي بحط قرد على راسي أو حية على رقبتي. الأجواء هون كتير حلوة، إذا إجيتوا على مراكش تعالوا هالمنطقة. هاي اسم هالمنطقة جامع الفناء، تعالوا لهون. على المطعم وبدي ادوق هذا اللي طلبناه، افوكادو. ندوقه. طيب، مفيد جدا، مفيد جدا للجسم. فهذا رح نشربه اول شيء، بعدين رح يجي الشيء اللي نحن طلبناه. اللي طلبت بان كيك مع العسل. جرب الدوغو. طيبة. طيب جامع الفنك لهونيك لقدام، في حتى المدينة، وفي المدينة لهونيك بتشتري الأشياء اللي بدك ياها. بهذا الجامع هذا
بيكون في ناس وعجقة 24 ساعة تقريبا. الناس بتحتفل، موسيقى موجود، أشياء اللي بدك تشتريها موجودة، على طول زحمة. بالليل بيكون في عجقة أكثر من هلا، وفي عندك كل شيء فيك تعمله هون. في عندك بعض المأكولات المشوية، بيكونوا هن من هذاك الطرف بس هلا مسكرين شكلهم. هاي المنطقة على طول فيها عجقة وناس، لأني هذا المحل ما بيهدى من العالم. اللي الكل رأيون حول نابليون، اللي الكل رأيون حول كل شيء. ريدلي سكوت كان يعرف أن فيلمه منتظر في بلاد الإمبراطور. مهمة مع جوزيفين، وليس من المنطقي أن ينتهى مخرج الحبكة حول هذه السيدة. نابليون لم يكن أنيقا بتاتا. خواكين فيليكس قدم أداء استثنائي الأولى. إحنا هلا واقفين قبال عمارة سيكريت جاردن، وسيكريت جاردن يعني الحديقة الثرية يلي توجد بنصف المدينة. خلينا نشوف مع سوا قد ايه حقق التداول. يلا احنا هلا اخذنا البطاقات، اخذنا البطاقات، كل بطاقة حقها سعر معين. هاي اول بطاقة، هلا اكيد انا دفعت، شكرا، انا دفعت لبطاقتي 100 درهم، ولكن صديقي دفع 50 درهم، قال اذا انت مغربي وساكن في المغرب انت بتدفع 50 درهم، والشخص اللي عايش خارج المغرب مين من كان يكون لك تدفع 100 درهم. هلا نحن عم نتطلع على الخريطة، الحديقة رح تكون كتير كبيرة كلها هاي، وهاي الحديقة كانت حديقة إسلامية، ولكن اليوم ما زالت حديقة إسلامية، ولكن اليوم فتحوها، يعني الناس فيها تيجي لهون وتشوف الحديقة السرية. فنحن رح نحاول نفهم أول شيء ليش اسمها هي حديقة سرية، وشو هو السر اللي فيه. الطريق من هنا، من هون الطريق. وهي كانت الحديقة، حديقة سرية، ما كان في شيء سر بالموضوع، ولكن من هنا فيكم تشوفوا المظهر الكبير الحلو. هاي كل الحديقة. إذا حبيت هذا الفيديو لا تنسى تضغط زر اللايك وتشترك بالقناة تبعي تحت، اكتب إذا عجبك ولا لا، وبشوف وشكم على خير في فيديو جديد وفلوج جديد. اشتريت هدوم الاثنين، اخذت هذا كات امشي لقدام، امشي لقدام. ثانك يو مدام. يا الله 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 يا الله